Hallo, guten Tag, wie geht's euch? Heute fangen wir Lektion 12 an. Guten Appetit. Lektion ده عندنا بيتكلم على الاسم und trinken, اللي هو الاكل والشرب. اول حاجة هنبدأ بيها Lektion هي الفورتشاتس, الكلمات بتاعت Lektion. متقسمين طبعا الدير, داس, دي بلورال, فيربن, اوند, دي اندغ, اللي هي الكلمات الاخرى. اول حاجة هنشوفها اللي هي دير. عندي في دير ثلاث كلمات. اول حاجة هونجر. هونجر يعني ايه؟ هونجر يعني الجوع. هونجر. دارست. دارست يعني العطش. يبقى احنا عندنا كلمتين في الليكتسيون ده اللي هو الجوع والعطش. الجوع يعني هونجر ودارست اللي هو العطش. اين توبف. اين توبف يعني وعاء. اين توبف وعاء. طب دول في دير. نشوف داس. اول حاجة عندي في داس جترينك. جترينك. جترينك اللي هو مشروب. جترينك. تمام. اوبست. اوبست. اوبست اللي هي الفاكهة. اوبست. ريستورانت. ريستورانت اللي هو المطعم. جريشت. جريشت. جريشت اللي هو زي وجبة او صنف يعني نوع من انواع الاكل. تمام. نقولهم تاني. جترينك. اوبست. ريستورانت. جريشت. طيب نيجي للدي. عندي جريل بارتي. جريل بارتي اللي هي حفلة للشوي. حفلة للشوي. كارتو. كارتو. كارتو اللي هي القائمة زي المينيو كده في المطاعم. كارتو. دييت. دييت اللي هو الدايت. دييت. يبقى احنا عندنا ثلاث كلمات في الدين. نقولهم تاني. جريل بارتي. كارتو. دييت. طيب نيجي نشوف الدي بلورال. جترينكو. جترينكو احنا قلنا جترينك اللي هو مشروب وارتكل داس. جترينكو مشروبات وارتكل دي بلورال. جريل بارتيز. جريل بارتس اللي هي ايه؟ حفلات بقى. احنا قلنا جريل بارتي اللي هي حفلة شوي وكانت ارتكل دي سينجولر. جريل بارتس اللي هي حفلات للشوي. جريشتو اللي هي برضو ايه؟ انواع او اصناف الاكل او وجبات. طيب نيجي للفيربن. اول حاجة عندي في الفيربن اسن. اسن يأكل. اسن يعني يأكل. ترينكن. ترينكن يعني يشرب. فاسن يأكل. ترينكن يشرب. كوخن. كوخن يعني يطبخ. شمكن. شمكن يعني يتذوق. شمكن. تسالن. تسالن يحاسب. تسالن يحاسب. يبقى نقولهم تاني. اسن. ترينكن. كوخن. شمكن. تسالن. تمام. طب نيجي للاندغه. احنا قلنا قبل كده الاندغه ديت هي ايه؟ ولا كلمات ليها ارتكل ولا فيربن. بتبقى يا اما ادجكتيفو يا اما ادفيرب صفه او حال. طيب نشوف اول حاجه عندنا فيها ليكر. ليكر يعني لذيذ. ليكر. بلوت سلاش. بلوت سلاش يعني فجأة. شاي سلاش. شاي سلاش. شاي سلاش اللي هو حاجة كريهة, حاجة مش محبوبة. دراوسن. دراوسن. دراوسن يعني ايه؟ دراوسن يعني بالخارج برا. شبانند. شبانند يعني شيق. نقولهم تاني. ليكر. بلوت سلاش. شاي سلاش. دراوسن. شبانند. طيب كده خلصنا الفورتشاتس بتاعت الكلمات بتاعت الليكتسيون. طيب نشوف عندنا ايه كمان. عندنا ديمالت سايتن. فاس بدوية الديمالت سايتن يعني الوجبات الرئيسية, الوجبات اللي بناكلها في اليوم. احنا عندنا تلات وجبات اللي هما ايه؟ وجبات اللي هما الفطار الغداء العشاء. طيب تعالوا نشوف مع بعض الفطار يعني ايه. داس فروشتوك. داس فروشتوك يعني ايه؟ داس فروشتوك اللي هو الفطار. طيب نيجي للغداء. داس ميتاغ اسن. داس ميتاغ اسن. طيب العشاء يعني ايه؟ داس ابند اسن. داس ابند اسن. نقولهم تاني. فطار داس فروشتوك. داس ميتاغ اسن يعني الغداء, وداس ابند اسن اللي هو العشاء. طيب نشوف بقى الاسن اند ترينكن ان دويتشلاند, الاكل والشرب في المانيا. لو انا عايز اسالك ايه هي اكلتك المفضله, هقول لك Was ist dein Lieblingsessen? Was ist dein Lieblingsessen? ايه هي الاكلة المفضلة ليك؟ Lieblingsessen يعني الاكلة المفضلة. طيب نشوف في الدير. في الدير عندي ايه؟ عندي اول حاجة كيزو. كيزو. كيزو اللي هي الجبنة. كيزو. هونش. هونش. هونش اللي هو العسل. هونش. فش. فش يعني سمك. سمكة. جواين براتن. جواين بغاتن يعني ايه؟ جواين بغاتن اللي هو لحم الخنزير. لحم الخنزير المشوي بيبقى اسمه جواين بغاتن. شبينات. شبينات يعني السبانخ.
Spinat ليس سبانخ. Salat, Salat يعني سلطة. Salat ليس سلطة. طيب رز اسمه Rice. 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 يبقى نقولهم تاني. كيزو جبنة يعني كيزو. هونش اللي هو العسل. Fish يعني سمكة. Schweinebraten اللي هو لحم الخنزير المشوي. Spinat يعني السبانخ. وزلات اللي هي الايه السلطة. وعندنا كمان رايس اللي هو الرز. نكمل دير. عندنا كنودل. كنودل اللي هي الكفتة. كنودل تمام. وعندي كمان كلوس. كلوس اللي هي الكبيبة. كبيبة اسمها كلوس. يبقى كنودل يعني كفتة. كلوس اللي هي الكبيبة. يوغورت. يوغورت. يوغورت اللي هو الزبادي. كارتوفل زلات. كارتوفل زلات. احنا قلنا زلات يعني سلطة. كارتوفل زلات اللي هي سلطة البطاطس او سلطة البطاطا. تمام. بتقال عليها كده او كده. كارتوفل زلات. هينشن. هينشن. هينشن اللي هي الفرخة. هينشن اللي هي الفرخة. تمام. طب نيجي نشوف الدس. عندي في الدس ايه؟ عندي بغوت. بغوت. بغوت يعني خبز. بغوت. بغوتشن. بغوتشن. بغوتشن اللي هو الكايزر. بغوتشن اللي هو الكايزر. يبقى بغوت يعني خبز العيش العادي. بغوتشن اللي هو العيش الكايزر. تمام. اي. اي. اي اللي هي البيضة. اي اللي هي البيضة. موزلي. موزلي. موزلي ده حاجة كده زي الكورن فليكس. يعني عندهم هناك حاجة اسمها موزلي شبه كده الكورن فليكس. طيب عندي كمان فورست بروت. فورست بروت اللي هو زي سندويتش سجق. سندويتش سجق. كيز بغوت. كيز بغوت اللي هي الايه؟ كيز بغوت اللي هو سندويتش الجبنة. سندويتش الجبنة. يبقى احنا قلنا فورست بروت اللي هو سندويتش السجق. كيز بغوت اللي هو سندويتش الجبنة. شنيتسل. شنيتسل اللي هي ايه؟ شرائح اللحم. شرائح اللحم زي السكالوب كده. يبقى نقول تاني داس بغوت. بغوتشن. اي. موزلي. قلنا موزلي ده اللي هو زي الكورن فليكس. فورست بروت. كيز بغوت. شنيتسل اللي هي شرائح اللحم. عندي زور غاوت. زور غاوت اللي هو زي مخلل. تمام. زي المخلل عندنا كده. فورستشن. فورستشن برضو سجق. فورستشن برضو سجق. طيب اجي للدي. عندي ايه؟ عندي فورست. فورست. احنا كده خدنا ثلاث حاجات فيهم سجق. فورست بروت اللي هو سندويتش السجق. طيب فورستشن سجق. دول ارتكل دس. نيجي الفورست بس ارتكل دي. فورست بس ارتكل دي ومعناها سجق. بريتسل. بريتسل اللي هو زي السناكس كده اللي هو زي اللي بنجيبه من السوبر ماركت اللي هو الحاجات زي الشيبسي والحاجات زي العيش اللي هو زي سان بايتس والحاجات دي اسمه بريتسل. مارميلادو. مارميلادو اللي هي المربى. مارميلادو مربى. بوتر. بوتر اللي هي الزبدة. بوتر. إربسو. إربسو اللي هي البسلة. إربسو بسلة. بونا. بونا اللي هو الفول. بونا الفول أو بيجي معنا فاصوليا الحاجات البقوليات يعني. توماتو. توماتو اللي هو الطماطم. يبقى تاني فورست. بريتسل. مارميلادو. بوتر. إربسو. بونا. توماتو. كمل الدي. عندي ايه؟ عندي كمان كارتوفل. كارتوفل قلنا بطاطس. لكن كارتوفل زلات كنا واخدينها سلطة البطاطس او سلطة البطاطا في دير. كارتوفل بس. بطاطس او بطاطا في دي. زوبة. زوبة يعني شوربة. فريكاديلا. فريكاديلا اللي هي الكفتة. احنا كده خدنا اتنين كفتة. كنودل وفريكاديلا. كنودل ارتكل دير. فريكاديلا دي. نودل. نودل. نودل دي عاملة زي الاندومي وكده. مكرونات برضو تبع مكرونات. باستا اللي هي الباستا. زوس. زوس اللي هي الصوص. تمام. زوس اللي هي الصوص زي مثلا طماطم. زوس صلصة الطماطم. ماشي. زوس اللي هي زي صلصة او صوص. زانا. زانا يعني قشطة. زانا اللي هي القشطة. فلايش. فلايش يعني لحمة. عندي كمان بيتزا. بيتزا اللي هي البيتزا خلاص عارفة معروفة. طب ده في الاسن. ده في الاكل. طيب لو عايز بقى المشروبات
عندي فاس است داين ليبلينجس جيتارينج. لما كنت بسأل عن الأكل كنت بقول فاس است داين ليبلينجس إسن، لكن لو عايز أسأل عن المشروب عن الشرب فهقول فاس است داين ليبلينجس جيتارينج. برضو متقسمين لدير داس دي. عندي في الدير كافي كافي اللي هي القهوة، تي تي شاي، كولا كولا اللي هو الكولا يعني بيبسي، ورانجن زافت اللي هو عصير البرتقال. انا عندي كلمة زافت يعني عصير، قبلها اي كلمة بقى يبقى عصير كذا، زي عندنا اورانجن زافت عصير برتقال، ابفل زافت عصير تفاح، اورانجن زافت وابفل زافت. اورانجن زافت عصير برتقال، ابفل زافت اللي هو عصير تفاح. عندي في داس كلمتين، بير بير اللي هو الكحول يعني المشروبات اللي هي الكحولية دي اللي هو زي البيرة وكده، مينيرال فاسر مينيرال فاسر اللي هي مية معدنية، مينيرال فاسر مية معدنية. عندي في الدي كلمتين برضو، ليمونادو ليمونادو اللي هو الليمون عصير الليمون، وممكن اقول عليها اختصرها اقول ليمو، ممكن اقول ليمونادو وممكن اقول ليمو، تمام. عندي اخر حاجة في الدي ملش ملش. يبقى لو سألني فاس است داين ليبلينجز جترينج، ايه هي ايه هو مشروبك المفضل، عندي اقول كافي تي كولا اورانجن زافت ابفل زافت. عندي في الدس بير مينيرال فاسر، في الدي عندي ليمونادا او ممكن اقول عليها الليمو، وعندي كمان ملش. يبقى احنا كده النهاردة في الفيديو ده خدنا الفورتشاس بتاعت الليكتسيون وخدنا كمان اسن انترينكن. ان شاء الله نتقابل في فيديو جديد المرة الجاية بدرس جديد. تشوس.